What's up guys? كيزو كيزو تو باش لي جايز سو جايز الانترو ده ما عمرو غادي يتبدل ليا ما عمرو غادي يتبدل عرفتي واخا تبقى تقول لايك انترو حامض انترو كرينجي لعيبات لا لا ما عمرو غادي يتبدل هذا الانترو هذا سو جايز ام سو سوري في 11 فيفري شحال حنا دابا 21 عاد غادي ندير رياكشن للتراك هذا حيت كانوا عندي عاوتاني سام بروبلمز وشي مطارق واللعيبات عاد فيكسيت البلانات ديالي دابا ام فري غادي ندير رياكشن ديال بيرد ايه برودكشن باي بيرد كيما كتعرفوا بيرد فهمتي كومبوزا بزاف ديال التراكات اللي فهمتي اللي قصروا عليهم بزاف ديال الروابا و اغيس ما عم يدير شي رياكشن لشي تراك ديال بيرد اول مره غندير له رياكشن بيرد كيم الزك ديال بصح عنده واحد لوبي لا كنظن ديجا درت رياكشن المهم ما بقيتش عاقل المهم بيرد فهمتي واحد الرابور اللي غني على التعريف انا بالنسبه كنسميه فنان فهمتيني لايك خونا مجهد لي بيت ديالو زوينين التقصار ديالو واعر لي باغول عنده حارين فمو مسموم اشي شحال من لعيبه ومؤخرا فهمتي كنا شفنا بلي بيرد طرا له شي المهم شي صداع مع بزاف ديال الرابرز في لايفات واللعيبات المهم داكشي ما ندويوش عليه جايز لاك شو ما كنفرح سبسكرايب لايك كون جا قبل انذر وان اللي ما سمعتش في فيسبوك كتب ديش كيفاش تلقاو في تويتر وقت تخيط قيد في انستغرام ديالي هو غتخد ليا فولو باش وصلوا 30 كف اقرب وقت وما نطولش لكم بزاف نتمسكوا التراك ديال Bird. Hey. عرفتي ما يمكنش هاد التراك هذا بشحال بقيت صابر وما سمعتوش ابار داك القطط الصغيرة وين دازو في ستوري زعما باش ندخل نسمعونا عرفتي انا كنحس براسي كاين التراك ما سمعتوش على قد هادشي اللي هي مازال ما كاينه على قد الدين الراي شراوت على قد الدين الراي ما عرفتش انا هلوسه غيدير في هاد الكليب هادا اي طاق ديالو فيل جي شراوت فيل جي البيت 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 مفرقع بالجد فاتميزو شي نايس عرفتي ما كرهتش شي فيت ما بين البيرد وفاتميزو وماشي بعيد حيت بيرد خدام في واحد الاو بي اي جيس ما عرفتش واش او بي ولا البوم واحد اللعيبه خدام فيها بيرد كنظن كنشمي قد يكون شي تراك ما بينو وبين فاتميزو وفي الجادي حاجه عاديه كيبان لي كولد نويز ام دوك شوف ام دوك عزيز لي ام دوك بالروج خونا فهمتي ام دوك واحد الانسان غني على التعريف حتى هو فهمتيني ولد الكالتشر بالروج اخونا دماغ اي موروكان غريلز شارلز موروكان غريلز هذا وصلت لك يقاد الغريلز للروابط ديال المغرب هاد لاكم اللي كيقصر بيها كتسطيني عنده هذاك اوكي انا ناري فلو ديك ماشي مالي كيصرعها بالروج اوكي نا ناري فلو ديلي باش يسيمي ياري ماري كيسابوني بارك فلو بحالي باري نعرف ديج قام اسالي ما غنسالي تا غنسالك باش يسالي بناتوني فوق كاريت اي كون باغي يضرب لي باري وانا باغي لا غدرا اور نو يبوتا اي كولور نو كول فيو
شوفي 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 اللعيبه وحده ما عجبتنيش في هذا التراك هذا كامل، ماشي ما عجبتنيش غير ما درتش فيها واحد الفيلينغ لايك الهوك ما دابا الوول نو 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 اي ما فهمتيني ما طربنيش بزاف فهمتيني كان فهمتي كان بيرد بامكاني حتى قد تكون عجبت الناس وقد تكون بيرد عجبات ولكن انا ما مسكتنيش حتى جد ايه وتقدم الوقت وليت تمزقني حيت شحال لعيبه كتكون سمعتيها اول مره المره الثانيه الثالثه الرابعه كتولي تعجبك عادي برد متخت كاين الله يتا كاين بروجي ناضي كندي بالرجوله الدرار على الدين الرايس برودكشن بيرد الله يتا العز دراري هادشي هذا ناضي بزاف غتلقاو اللينك في الديسكريبشن حيت ما بلانش 134 كبروج ولا هادشي هذا بروجي هذا خاصو يتحرك بزاف جايز ما نطولش لكم بزاف كنشد لي لايكس ومتشبعش باشكم لا رياكسيون رياكسيون فهمتيني قلت فيها لعيبات اللي عجبوني لعيبات اللي ما عجبونيش هادي رياكشن ماشي ريفيو ريفيو خصني نشد ليك ستار بستار بستار ونبقى نحلل شحال من واحد يبقى تيدخل عندي و تيقول لي لايك دير رياكشن ما كتشرح لينا والو مان هولون انا كندير رياكشنز ما كنديرش ريفيو صاحبي يعني انا واخا ندير بحال هكا ونبقى دايرها نقول نايس العز كدا تعجب بنادم تفرج مرحبا ما عجبتكش سير عوج بروج ولا عوج حيت ما تمشي كنبقى نشوف دي كومونتير لايك كاين بنادم تي فهمتي تي شوي لوف بروج لبنادم صاحبي كت فهمتيني كيشجعك شحال من لعبه المهم ونمشي دايزا واحد الفايب زوينه مع شي ناس وشي ناس لايك تيبقى يدخل ما كدير والو كدا ما كندير والو وكاين واحد الناس كيعجبهم داكشي اللي كندير تما ما كندير والو ما عندي سكوت وهضره باش تورك اللينك محمقش راسي بزاف سو جايز ما نطولش لكم بزاف كان معكم هادي سكوت تهلاو وباش عرفوا واحد اللعيبه هادي سميتها الميليرو كنقول للناس اللي تيقول ليها الحركه وكيتعوج وهادي سميتها هيدن فوكس ها 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 هيدن فوكس هيدن فوكس والميليرو ماشي الحركه ولا العويجات العويجات هو اللي هذا جايز تهلاو